مشاهدينا الكرام، من ولاية بنسلفانيا، واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية هذا العام، أغلقت الصناديق في 8 مساء، وبعد مرور نحو ساعتين تقريبا الآن هناك نتائج أولية خرجت من عدد من الوسائل الإعلامية والصحف المحلية بالولاية، وتقدم فيها ترامب على بايدن. يبدو أن التحدي الذي أعلن عنه بايدن خلال إعلانه ترشحه للرئاسة هذا العام لن يفي به بإعادة بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن، الجدار الأزرق الخاص بالحزب الديمقراطي، إلى أحضان الحزب الديمقراطي مرة أخرى، حيث صوتت بنسلفانيا وميتشيغان إلى ترامب في عام 2016. يبدو أن ترامب حتى الآن على الخريطة خلفي متقدم على بايدن. معنا الآن السيد دانيلو بيرجس، وهو مندوب الخاص او ممثل الولايه بمدينه فيلادلفيا. في البدايه مرحبا بك على قناه اكسترا نيوز، شكرا جزيلا وعلى سماح هذه الفرصه للتحدث اليك. نحن في حاجه الى ان نعرف ان النتائج التي تظهر الان ولدينا خارطة أمام الآن، هل يمكن أن تشرح لنا ما يحدث الآن وأمامنا ساعتين؟ نعم، لدينا الآن 23%، دعني آتي هنا، لدينا 20% الآن، نائب الرئيس بايدن تراجع الآن، الرئيس ترامب 52%، إذن يبدو هنا أن الرئيس ترامب في المقدمة. هذا مبكر جدا، ولكن الرئيس ترامب لديه الريادة الآن والتقدم الآن. ما زال لدينا العودة من فيلادلفيا، و هذه بعض الأعداد التي تمت وإحصاءات الناس الآتي الآن ونتيجة العد الآن، بأن هذه هي المناطق التي أعطت أصواتها إلى الرئيس ترامب. ربما تتغير النتائج على مدار باقي الليلة، وربما يعود إلى جو بايدن مرة أخرى إلى المقدمة. جو بايدن أعطى وعودا للديمقراطيين بأنه سيعود، الديمقراطيين سيعودون مرة أخرى. كما نشاهد الآن على الخارطة لم يحدث ما وعد به، ما زالت المرحلة مبكرة لأن عملية العد وفرز الأصوات ما زالت في مرحلتها قائمة وفي تسارع، وبالتالي ربما يأخذ نائب الرئيس مرة أخرى بايدن المقدمة. نستطيع أن نرى أيضا هذه المنطقة الزرقاء ثم أصبحت حمراء بعد ذلك، ربما ستتغير فيما يتعلق ببعض الأعداد لصالح بايدن. البعض يقول أن بنسلفانيا كانت جمهورية، كانت ديمقراطية، ولكن المدن لم تعطي إلى جو بايدن، وبالتالي ما هي وجه المقارنة ما بين السكان سواء في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية أو المدينة؟ الآن رأينا معظمها يكتسي باللون الأحمر، ربما في 26 مقاطعة وفي منتصف الولاية كانت زرقاء، كانت حمراء أيضا ثم تحولت إلى زرقاء الآن، وبالتالي تتحول لصالح جو بايدن. ولكن متى تتوقع النتائج النهائية؟ أعتقد نظر للتصويت المبكر والذي بدأ عده أيضا لبعض الولايات اليوم، ربما يوم الأربعاء، ربما متأخرا ليلة الأربعاء. فيما يتعلق بعمليات التصويت بالبريد، هل ترى أن كانت هناك بعض المشكلات لفرز الأصوات؟ لا أعتقد أنه كانت هناك مشكلات تتعلق بعمليات التصويت المبكر، لأن الجميع تم حظي، وكان الرئيس بايدن المرشح بايدن متقدما.
ومع زملائك ومع الحزب ومع أعضاء الحزب أيضا الديمقراطي، ما هي المناقشات التي تتم بينكم بينما نرى على هذه الخارطة أن النتائج تظهر لصالح الرئيس ترامب؟ نحن نتحدث عما حدث ونرى أيضا كيف يمكن أن ما هي الطريقة التي نستطيع أن نعيد النائب الرئيس جو بايدن مرة أخرى إلى المنافسة بشكل قوي. تحدثت مع الكثير من الناس هنا في بنسلفانيا وتحدثوا أيضا وعن العمال، وهم يفضلون دونالد ترامب وهو أفضل من جو بايدن. ما قولك في هذا التعليق من جانب عمال؟ الرئيس ترامب هو رجل أعمال وهو يعلم كيف يجذب بعض أيضا الطبقات، وهو يهتم أيضا بالعائلات الأمريكية. شكرا جزيلا على هذا الحديث. معنا هذا اللقاء من مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية حتى الآن، إذ ما أكدنا على الخريطة الخاصة بعملية فرز الأصوات، ما زال ترامب في طليعة عملية فرز أو النتائج الأولية متقدما على بايدن بنحو نقطتين، وبالتالي هناك خطر على بايدن بخسارة بنسلفانيا. وإذا خسر ترامب، إذا خسر بايدن فلوريدا وخسر بنسلفانيا وهو حتى الآن متأخر فيهما، ربما قد يخسر فرصته في تولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. على الجانب الآخر هناك تكساس، تلك المدينة الهامة للغاية بالنسبة لدونالد ترامب، المدينة الجمهورية والتي تعرف بأصولها أو انتمائها للحزب الجمهوري. نجد كل استطلاعات الرأي تتجه نحو بايدن حتى الآن، أو ربما هناك تقارب الآن بين بايدن وترامب، ولم يتوقع أحد أن يكون هناك تقارب بين بايدن وترامب في تلك الولاية تحديدا. الكل توقع أن 38 صوتا الخاصة بتكساس بالمجمع الانتخابي ستكون مضمونة لدونالد ترامب، حتى أن دونالد ترامب لم يزر تكساس حتى في حملته الانتخابية، لأنه كان يعلم أنه يعني تكساس مضمونة بالنسبة له. سنتابع على مدار هذه الليلة، ربما نستكمل غدا أيضا في الولايات المختلفة العملية الانتخابية وخروج النتائج النهائية، وهل ستنتهي عملية فرز الأصوات غدا بكل الولايات الخمسين بالإضافة للعاصمة واشنطن ولا؟ هذا هو بالتأكيد السؤال الذي سنجاوب عليه غداً.